لقاء اليوم لقاء الأسطوري بين ندى حسي ونزار السبيتي، لقاء كان التقاء معنا اليوم ندى كما كتشوفوا ومعنا نزار السبيتي، لقاء أسطوري بمعنى الكلمة، لقاء سي نزار شنو كتقول لنا في هذا اللقاء مع ندى حسي؟ نزار نزار شنو كتقول لنا في هذا اللقاء الاسطوري خويا نزار؟ نزار نزار شنو كتقول لنا في هذا اللقاء الاسطوري سي نزار؟ هذا اللقاء الاسطوري خويا نزار شنو كتقول لنا في هذا اللقاء الاسطوري؟ اللقاء الاسطوري ديالي هو انني فرحان، وصراحه هذه الفرحه ديالي مده طويله ما بقيت حسيت بحالا. اوا السي هشام اللي غتولي المدام ديالي ولا غتولي الحبيبه ديالي. الصحافه صراحه ما توقعتش انهم غادي يجيو، ومن هنا بينوا بانهم مهتمين الحب ديالي من جهه ندى حسن، ومن هنا مستقبلا المغاربه كاملين كيتسناو العرس ديالي من جهه ندى حسن. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا ان ندى حسن غتزوج بحمق، ولا بنت نزلك على 40 مليون راه السيد راه لا 40 مليون 40 مليون 40 مليون خلينا نضرب بالنسبه للناس اللي كيقولوا ان نزار باغي يدير البوز مع ندى حسن، هادشي راه زواج، انا راه معروف وهي راه معروفه، اذا راه طلع الفنانين ولا اليوتيوب اللي غادي نقدر نتعامل انا وياه. انا كنبغي الحب حقيقي وكنموت عليه، وهادشي بحد ذاته راه شي حاجه اللي صراحه سير 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 وصلوا معنا سي نزار. نزل على رجليك سي نزار، نزل 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 على رجليك سي نزار. اخوان يلا اخوان اليوم راه تجمعوا هذا حسون نزار السبيتي. ندى نسولوك شنو كتقولي في هذا اللقاء هذا؟ عزيز عزيز نزار نزار هادشي هذا راه حب، اللي كيقول هادشي انه دل، هادشي راه ماشي دل. انا كنبرر الحب ديالي من جهه ندى حسن، وانا كنبغي ندى حسن. انا بلادي، انا الكرامه ديالي على كل شيء، ولكن الوقف ندى حسن. انا بصي راسها ويديها. راسها ويديها بلادي. يلا دابا. عفاك 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 سير سير نزار نزار شنو كتقول في هذا الشيء في اللقاء؟ خلي الكلمه ليا هي دابا راه فرحانه ملي تلاقات معايا، فهمتيني راه كل شيء كتشوفوه من العينين ديالها وتصدمات، راه ما كانتش كتهضر بحال هكذا، ملي شافت بزاف ديال الصحابه تصدمات. نزار تلاقى معنا ندى حسي المدام تاعو، تحيه في الكمان تحيه من نزار انا فرحان.
نزار نزار واحد دقيقة عافاك واحد دقيقة الله يخليك نزار اجي غناخذ معاك تصريح دغيا سي نزار كما كتشوفوا الخوت يعني اليوم تلاقيت انا وندى حسي والصراحه يعني ملي طلبت باش نتلاقى انا وياه السيده ما قالتش لي لا ومشيت باش نتلاقى انا وياه والسيده يعني الواحد يعني الله يعمرها دار لواحد الدرجه ما تصوروش انا ما توقعتش ان الصحافه هذه كامله ما توقعتش ان هادشي غادي يتعرم علينا وانا دابا فرحان لواحد الدرجه ما تصوروش انا كنبغي ندى حسي ودابا برنت الحب ديالي من جهه ندى حسي وهادشي بحد ذاته راه شي حاجه اللي كثيره بزاف. السلام عليكم جريدة الحدث. الله الوطن الملك والحرية. السلام عليكم. ربي يسلمك الله يخليك الأمور. 13 واحد برزقية. 13 2000 واحد. أنا هو محمد ياسين. الشيخ أنا أنا انا الله الوطن الملك والحرية عاش الملك ندى حسي ملي طلبت منها الزواج قالت لي تفكر هي ما قدرتش نقول لكم بانها قبلات ونكذب عليها قالت لي حتى نفكر ودابا كنتسنى التفكير ديالها ولكن من خلال الجواب ديالها ومن خلال الهضره ديالها راه كلشي باين واضح. السيده شافت في داك الشخص اللي طلبت منه وانا ندى حسي هادشي كامل وكنديرو على قبلك يعني باش عارفيني بانني كنبغيك يعني قلبت الدنيا كامله قلبت الاعلام كامل على قبلك انا ندى حسي وهادشي بحد ذاته انني كنبغيك وندى حسي ريحت مع عنقر وشافني بانني يعني داك النزار اللي كيبان في السوشيال ميديا ماشي هو داك النزار اللي تلاقى معاه عنقر وشافني كيفاش كنهضر وشافني كيفاش كنتصرف وهي صرحت قالت لكم نزار ما بيش وانا كنقولها لكم من هذا المنبر اي واحد غادي يقول شي حاجه خايبه في ندى حسي ولا اي واحد غادي يغلط في ندى حسي غيلقاني انا ندى حسي ما بقاتش ديال راسي. سيدي نزار بغينا نسولك واحد السؤال اللي كيتسناو المغاربه كاملين شنو هو الاحساس ديالك؟ الاحساس ديالي انا فرحان فرحان لواحد الدرجه ما تتصوروش وبغيت نقول لذاك المليوني عاد بالك ديتي لي ندى حسي اصير انت ماشي راجل فهمتيني يعني اللي ماشي راجل يعني حنا بغينا الاحساس ديالك انت انا بيت شتي نقول واحد القضيه هادشي كامله هادشي كامله ملي ندى حسي مشى مع المدام وبين مع المدام سير اخويا نزار سير اخويا نزار يعني ملي صور لي مع المدام وكيقول لي راهي انا وريت كنملو لها اش بان لك دابا جبت ندى حسي ولا ما جبتش ندى حسي انا اسمع ديك الملولي اسمع ما غاتقدش الحرب معايا انا بغيت دير انا دحاسي تقاتلت دعيت كنقول يا ربي يا الله سبحانه وتعالى وفر لي الدعوه ديالي وبنت انا ولا دحاسي وقريب غادي نتزوج بها وغادي نضحك عليك مزيان وانت براسك ترى كتبغي ندى حسي نقول لك هاد الهضره هادي ما كايناش ندى حسي ملي كنت هذاك الملوني ملي كنت طلعت مع الطوموبيل يعني قال لي ندى حسي زوينه هادي ما هادي واخا زوينه هي ديال نزار واول واحد طلب من ندى حسي الزواج اللي هو نزار وما كاينش شي واحد غادي يدور من ندى حسي واي واحد غادي يمشي عند ندى حسي غادي يلقاني انا دابا انا كنتصرف بهذه الطريقه هذه علاش؟ لان ندى حسي ريحت معاه عن قرب وشافني كيفاش كنهضر وقالت لي انت ماشي هبيل انت كدير غير ديك هبل تربح ماشي هبل تربح ملي كنتعصب كنولي بهذه الطريقه هذه ندى حسي انا مستعد انني نوفر لها اي حاجه بغات ومستعد انني نحقق لها جميع الاحتياجات ديالها ومستعد انني نبوس لها على راسها ومستعد انني الحالة على ركابها ومستعد انني نكون قنية قدامها ونكون سبع امام ندى حسي سيروا عندنا ندى حسي ديروا معاه هذه اللحظة هذه سال الله يفدي لنا وتبارك الله عليكم.